الأندية التي تعودتم على حضورها وعلى تألقها وعلى تتويجها في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. النهضة البركانية على موعد مع حدث مهم. يا شادراك، لا زالت يا شادراك، ولكن مرر يا شادراك، ماذا تنتظر؟ الحكم يجب أن يكون صارم أمام لاعبي تي بي مازيمبي. عدم المجازفة والتسرع والاستعجال. هل فيها كرة عرضية؟ الرأسية ممكنة، تسديدة وفيها روبي بكر الهلالي، دوره كبير كلاعب ذو خبرة. في يوسف يدخل، يوسف يدخل، يوسف يدخل العرضية وسط المغرب الرياضي الفاسي في تجربة سابقة. الكرة للفحلي العرضية، تعطي الفحلي مرة أخرى، تسديدة، التسديد يا الفحلي، معلش هذه لم تكن صائبة، ولكن تمشي كرة للجانبية، يخرج حمزة العرضية، بعد ذلك تتحول بركانية، التسديدة جول، التسديدة جول يا بكر يا هلالي، هل هلالك يا هلالي، هل هلالك يا هلالي، الله الله. أنا لا أريد أن أكون قاسي لأنه هذا ليس وقت التحامل على اللعب. تمشي كرة على الجهة اليسرى، راوي رجعة للخلف مع حمزة، هو حمزة، هو حمزة اليوم. الكرة مرفوعة لكن سهلة، بعد ذلك نزلت للكرة الأمامية هناك، بعد ذلك تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى فريق تي بي مازيمبي عن طريق اللاعب أنزار الهلالي. هذه نوعا ما غريبة من حمزة الركراكي. هذه المساوي، رد بالك يا المساوي البحراوي، والتسديدة لا يا حمزة يا الركراكي، كان لديك المجال أنك ترود الكرة. حذاري، حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة. كين زومبي يعدل النتيجة بعد لحظات من هدف اللاعب بكر الهلالي، غير معقول. ما بالهجمات التي يلعب عليها خاصة الثلاثي لكونزا وانزالي وكين زومبي صاحب هدف التعادل. في خطأ، في خطأ، فكر يرفع العرضية، ولا زالت هنا بركانية، ضغط برتقالي رهيب في هذه اللحظات. هل تأتي التسديدة؟ بعد ذلك المتابعة والتغطية الدفاعية، لقطة صعبة ولكن شفنا مهارة. يتقدم عبد الكريم، العرضية أقل تنفيذ، يرفع لي الكورة، الراسية جولا، الراسية، والدفاع بعد ذلك يخرج مباشرة الليبية. الحكيم يعطي الإشارة، بكر يرفع بالراس للفريق البركاني، تعطي ديمبيل، تجعل مازيمبي في وضعية. الفحلي راوغ، والفحلي عنده الكرة، والفحلي بعد في الاستلام. يجب على بركان أن تجبر مازيمبي على العودة إلى الخلف العمق كذلك من خلال اختراقاته. بعيدة، بعيدة، بعيدة يوسي من طرف اللاعب بيكو العربي، العربي، برافو، برافو. دايو غير معقول، دايو غير معقول، هذه صعبة. ما يسددش، ما يسددش، ما يسددش، ما يسددش فيها. ضربة حرة لفائدة الفريق البركاني، يعني واخدين راحتهم تماما عناصر تي بي مازيمبي. الأبدي الجانبية بالرأس، التدخل من يوسف، هنا العرضية لا زالت بركانية. من يتابع الكرة الثانية؟ لا أحد. بعدي كان عنده مسافة أنه يمشي للأمام، يعني لماذا لا رفع الكرة؟ كرة يلعب الطولية في اتجاه البحراوي، نزل يحافظ على الكرة، شادراك، هل فيها، هل فيها؟ مازيمبي، بعدي، بعد ذلك بكر الهلالي، بعدي مرة أخرى. والحكم ماذا قال في هذه الكرة؟ الحكم ماذا قال؟ قال حاولة المرور من البحراوي، المساوي فيها عرضية، المساوي يرفعه بالرأس، هنا نقلة سريعة للجهة اليمنى ولكن فيها روك. كوز اللاعب ليكونزا خطير جدا، هنا تمشي الكرة لفائدة فريق تي بي مازيمبي. العربي الناجي ارتكب الخطأ، المساوي، المساوي العرضية وبالرأس، ولكن سال بعد ذلك، سال بعد ذلك. أعتقد وصلت إلى بعدي العرضية، بعد ذلك الدفاع. مرونة الحمزة المساوي، السلام على طول، والتسديدة، التسديدة غير مركزة. المشكلة بالنسبة للفحلي أنه لم ينظر إلى المرمى. سدة أخرى، أنت الأول يا دايو، أنت الأول يا دايو، زيادة عددية الآن. الكرة الأمامية،
بصر اشوف 2-3 ومع ذلك ما لدى عناصر تي بي مازيمبي. رجعت الكره للفريق الكونغولي. الكره شوت الكره والركنيه لا هناك يجب تامين الدفاع والكره العرضيه الراسيه بعيده شوف معي 1-2-3-4-5-6 من جانب حمزه المساوي والحكم يقول فيها وضعيه التسلل. إذا أعطى كرة ممتازة استلام هنا لم يكن جيد من الفحل لحسن الحظ وقع اصطدام وبالتالي الحكم أعلن عن ضربة حرة. في الجول ممكن ولكن ترتد استلام على طول الفحل في العرضية ولكن هنا يفقد الذي يتوفر على الكرة. لذلك السالة البركانية لازالت بركانية في عرضية تسارايا ودايو يرفع لازالت بركانية بكر هنا مرر ناحية لعب المساوي رجعت بعدي يحاول يرفعها ومباشرة يتدخل حتى الخطأ في عرضية وركنية بعد ذلك للفريق البركاني. الحكم سيواجه بطاحب الخبرة في هكذا مواقف تلعب الكرة العرضية الرأسية. كرة نمساوي يمشي بها للأمام بعيد والأداء وعلى مستوى التذبذب بالنتائج هنا الكرة فيها خطأ يقول ماكيت دياي السنغالي فنية في المدرجات تلعب الركنية. كل عناصر تي بي من بعد الكرات الثابته الركنيات براس ولا زالت هنا بركانيه ولكن باجو في طرف لعب بكر الهلالي يرفع داخل المنطقه ولكن سهله اشاره النمساوي يرفع في القائمه الثانيه الراسيه جول عن طريق اللاعب العربي الناجي يسجل ثاني الاهداف الاليا دو دايو والنمساوي لا يسدد النمساوي يلعب هذه الكره الطوليه داخل المنطقه صايدي وبالراس ولا زالت فيها لمسه يد وركله جزاء ماذا هناك يا ماكيتيان دياي احتجاج قوي من اللاعبين البريطانيين الفحلي سدد جول زلزال بركاني بل هو بركان البركان يا ثالث فرصة ممكن جول هي جول رصاصة الرحمة نعم.